أم جرس. حاضرة ولاية إنادي الشرق تستقبل فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبيتنو في زيارة خاصة له، هي الأولى من نوعها لفخامته داخل البلاد منذ توليه السلطة في أبريل الماضي. وقد هبطت الطائرة التي تقل فخامته بمطار أم جرس، وصوب وصول فخامته كان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي عند سلم الطائرة، حاكم ولاية إنادي الشرق سلطان صديق تيمان ديبي، وعمدة مدينة أم جرس عبود هاشم بودير، وقائد المنطقة العسكرية رقم 8 العقيد داود صندل محمد النور. بعدها حيا فخامة رئيس الجمهورية وحدات الجيش التابعة لإقليم إنادي الشرق، كما مر على تشريفات الجيش الوطني التشادي. عقب ذلك فقد صافح فخامة رئيس الجمهورية المسؤولين الإداريين والعسكريين وأعيان المنطقة وشيوخ التقليديين ورجال الدين، فضلا عن رؤساء الأقسام وعدد من أبناء أم جرس الذين اصطفوا لاستقبال فخامته. وعقب مراسم الاستقبال الرسمي توجه الموكب الرئاسي والوفد المرافق له إلى مقر إقامته، وفي الطريق ووسط المدينة تجمع المواطنون للترحيب برئيس المجلس العسكري الانتقالي فخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة بوصوله أم جرس. أم جرس سيلتقي فخامة رئيس الجمهورية، رأس الدولة، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبيتنو بالمسؤولين الإداريين وغيرهم لتقديم رسالة الوحدة الوطنية واحترام قوانين الدولة والعيش سويا من أجل تشاد آمنة ومستقرة.